عندك عروض كتير مهمة، واحد من بيناتهم عرض أنا ما فيني ما يعني أصبر ما أحكي عنه، بدي إياك أنت تعلن عنه. كان حتى رأي المخرج تكون إطلاق هذه يعني هذا السكوب تحديدا معك. أي رح نقوله، أنا بعد أيام قليلة وقعت العقد من شهر وما نزلت أي خبر، حكون بطل مضاد بمسلسل الهيبة إنتاج الأستاذ صادق الصباح، بوجه له كل التحية. المشاركة مع المخرج الأستاذ سامر برقاوي ومشاركة النجم الحبيب الصديق اللي أنا كتير بحبه وبحترمه الأستاذ تيم حسن، حكون بطل مضاد معه بمسلسل الهيبة 5. يا سلام، هي أول واحد بالله يا سلام. والتصوير إن شاء الله 1/5 حيبلش، تصويري أنا حيبلش ب 15/5. لو انطبقت السماء الأرض كلمتها هي الكلمة. طيب شو فيك تحكي لي عن 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 عن, عن هذا هي المشاركة بدورك وكمان عن الشراكة مع تيم حسن؟ هذه التجربة بعتقد إنه هذا الجزء ليك الأستاذ صادق الصباح حيكون بعتقد هو آخر جزء، ويمكن أول سوري بيشارك سوري ببطولة مسلسل دام يكون لبناني أو عارف كيف. تيم أنا بحبه كتير على المستوى الشخصي، يعني على المستوى الأخلاقي المستوى الإنساني، فأنا حكيت أنا وياه من فترة أنا كتير بحترم تجربته، بحترم أخلاقه، بحترم نجاحاته وصمته. صمته اللي أنا بحاول يكون هيك، يعني تيم صامت، تيم شو ما حكيت بشتغل، أنا بحب أشتغل ما أحكي. فأنا يعني متحمس جدا، وبعتقد هو بعد ما شاف كمان تجربتي أنا وباسل كمان، يعني كمان أكيد هو عنده الحماس وكتير هو كمان متشجع نكون مع بعض. إذا بدك يا حرب حاضرين، وساعتها رح تخلي صفاتي أبو سعد.